قلوبنا الصغيرين. نعيش اليوم للأسف الكبير انتكاسة حقوقية كبيرة، المسطرة المدنية اللي هي مسطرة الإجراءات، المسطرة الأم في التقاضي، أصبحت تعرف تراجعا حقوقيا كبيرا، ضرب سافر للمبادئ الدستورية، مبدأ المجانية أصبح في حداد الأموات، على المتقاضين حاليا أن يؤدوا مبالغ مالية باهظة من أجل التقاضي، محكمة النقد أصبح اللجوء إليها عن طريق التسقيف، المتقاضون أصبحوا يقنعون لميزان ومعيار حسن نية كيف لمن يوسمون بالخطأ القضائي طبقا لمقتضيات المادة 7 أن يقومون بالحكم وبالأخذ بعين الاعتبار حسن نية. التقاضي مقتضيات المادة 10 ضرب سافر للمجانية، ضرب سافر للتقاضي. نعيش تراجعا حقوقيا، يجب على السلطات الحكومية أن تقف اليوم أمام هؤلاء المحاميات والمحامون الذين جاءوا من جميع بقاع المملكة من أجل التنديد بما ضمن بمسطرة المدنية. هذا تراجع كبير وخرق سافر للمبادئ الدستورية. إذن سعاد بطل محامية بهيئة المحامين بالرباط وعضوة بالمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب. الوقفة الوطنية اليوم هي بالتنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم 17 الهيئة والإطارات المهنية وكل المحاميات والمحامون الذين أتوا من كل ربوع المملكة المغربية من أجل صوت واحد والقول كلمة واحدة هي لا لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية. لماذا؟ لأن مشروع قانون المسطرة المدنية فيه مساس خطير بحقوق كل متقاضي بالدرجة الأولى، يضرب في المجانية، يضرب في المساواة، يضرب في العدالة، يضرب في كل البنود يعني المكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 2011. بمعنى مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم هو ردة تشريعية، ردة حقوقية، ردة دستورية. لا يمكن تمرير هذه القوانين التي تضرب في عمق حقوق المواطن والمواطنة. واليوم ندافع عن حقوق كل مواطن ومواطنة. نعم هناك مقتضيات تمس مهنة المحاماة، تمس خصوصية مهنة المحاماة، طبعا لا يمكن أن نقبلها. اليوم نحن هنا من أجل الدفاع عن حقوق المواطن، من أجل الدفاع عن ذواتنا كمحامون،